Can we be friends? Okay. Yes. يا قلب البحر بتكلم بلد اجنبيه وابوك لا يا طلع ولا ولا ابوس يا هاج فو يا هاج امدينا على السلام. وده ايه اصل ده؟ نازل الفندق تحت يا بابا في حته شروسي تحت جامد هنزل حق انا بقى. على فين يا حاج؟ بس اي حاجه تانية وانزل وتعالى هنروح. اه على اساس ان امك هتسيبني البس وانزل اظن. تعالي بقى تعالي اقعدي جنب الشرب يا حاج تعالي الشرب. قلب البحر انا بتعمل فيك ايه؟ ابلغ امك وانا ايه؟ قاعد برنس حاطط ايديها يا جوليا كمان يا جوليا تعالي اقعدي جنبي اشرب يا حاج وفي الاخر يا حاجه. انا بتعمل فيك كده والله العظيم يا شباب اعمل لك ايه؟ انا امك لولا ان انا رضيتها بجمعيتين زياده كانت زمانها معلقاني. يلا هو قدر. ايه يا حاج اخبارك ايه؟ بعت لك رقم الجوز على الوقت. جبتها؟ هيطمني يمكن غلي ده يروح منه شويه. وايه ده يا حاج 30%؟ لا دي النسبه بتاعت الناجحين يعني الناس اللي نجحوا 30% ولا الناس اللي سبتوا 30% ولا بتاعت ايه دي؟ ان انا جايب 30%؟ هو نسي يروح الامتحان ولا تمام جدا؟ لا هو كده جاب اقوى خلاص فل. رعاية الدرجة تكون قرب كل الشراكة 30% يعني فوق ال 100,000 جنيه دروس يا كلب البحر في الاخر تخش بيهم ايه دول؟ تخش ايه يا اسطى؟ جبتوا لنفسك حاجة. نعم يا حاج في ايه؟ بقول لك يا حاجة لم هدوم يلا صح العيال بالراحة وانزل. ايه ده ليه كده؟ احنا كنا ماشيين بكرة؟ هنعمل شيك اوت النهاردة يا حاجة. ماشي يا حاج. انت يا روح وطي صوتك صح البت الواد الصغير تنسيلي كلب البحر ده سيبه لي بقى نايم كده لغايه لما اشوف عامل معايا. ايه ده ليه يا حاج في ايه؟ تنسيدي اللي عمله امبارح والنتيجه تحت ظهر الكلب البحر ده يتقل النتيجه ظهرت يا اخي. يا صلاة النبي الله يرحمه بقى. انت يا بت انت وهو انت يا دف ده كلب البحر انت لو مخطفك انا هعمل لك كويس على فكره خليك انت نايم كده. الو يا حاج خلاص عملته تمام استنى انتوا بره بقى قدام الفندق وانا جاي لك 5 دقايق بالظبط اكون عندي. سلام. بما ان كده كده ماشي وسايبها لك وهتلبس في الحساب كله يلا بقى حساب بحيالك اكسر لك ايه تلبس تاخد دي التلاجة الثلاجة دي تعمل لها 2000-3000 كيلو. انت هتاكل دار. خليك انت نايم كده نايمني على الفجر يا اخويا نايمني على جايين نص ساعة احنا خليك نايم على الفجر كله ده هطلعه عليك. الو السلام عليكم. بقول لحضرتك انا عايز امشي من الفندق الزبالة ده. ليه هو ايه اللي ليه يا فندم؟ انت عارف حصل معايا ايه؟ انا ازاي بنام في اوضتي الاقي واحد سكران تينا دخل وسط مراتي وعيالي وولادي جه دخل نام مع ايه ده؟ ايوه اوضه 5300 ايوه حضرتك. لا ده حاجه في قله الادب وبيجح مش عايز يطلع. وشباب بايظ مش عارف انا جنسيته ايه ده؟ يا نهار اسود اهو بص جايب بنات كمان معاه. لا حضرتك ده تعالوا الحقونا تعالوا الحق احنا بنغرق تعال الحق. شوف حاجة انا هظبطك. قال لي الو جوليا يس جوليا كم ان ذا روم يس يس ماي روم يس ناو باي باي يا قلبي. لا لا باين لك يا حبيبي باين لا باخد شويه مستلزمات بس ناقصاني كده. طيب بعدين هعمل شيك كده. ماشي يا حبيبي ماشي ماشي
انا شطه بتاعتي معاك لحد صح؟ فول اوقف تاكس بقى حاجه وانا دقيقه بالظبط ابقى عنده. يلا باي يا حاج. الو ايه يا بابا؟ اما انتوا نزلتوا البسين ولا ايه؟ امال فين ماما واخواتي ورحتوا فين كلكم؟ نعم الفندق اللي مشيتوا منه وسبتوني لوحدي؟ احسن. ومين ده اللي يحاسب؟ احاسب على ايه؟ بابا انت سايبني انا حاسب؟ انا معيش فلوس اصلا، حاسب منين؟ طب انا اروح ازاي انا؟ ولا اروح ماشي يعني وبعدين اطلع من الفندق ازاي اصلا؟ مش هيسيبوني يا حاج. جوليا انت اللي جايبك هنا؟ جوليا بتبقى الله والامن كمان يا ابن اللعيبه.